هنعمل اول وصفه مع بعض دلوقتي، الرز بالخلطه والمكسرات ومعاه شويه كبده كده كندوز خطيره. هشرح لكم حاجه بحاجه، احنا محتاجين نشوح الكبده في الاخر، نعمل الرز الاول. طيب خلينا في الرز الاول هنا كده، وبعدين نشوح الكبده في الاخر والمكسرات برضو، معانا شويه لوز كده عشان نحطهم على الرز اللي بالخلطه الظريف. ايه بقى القصه؟ بصوا انا معايا رز بسمتي، ممكن تعملوه بالرز المصري عادي مفيش مشكله. دول تقريبا كوبايتين من الرز اهم مغسولين ومتصفي تماما ما فيهوش ميه خالص، دي حاجه مهمه عشان الرز يطلع معاكي مفلفل. لكن انت شطفتيه على طول وخلاص وهتستخدميه وهيبقى فيه لسه شويه ميه، ما تشغليش بالك مفيش مشكله اعملي عادي تمام. معنا بقى كمان ايه هنحتاج شوربه، شوربه اي حاجه وتكون بقى متنكهه كده ومحطوط لها حبهان ورق لورا مستكه الكلام الظريف ده كله. لو ما عندكيش شوربه هنستخدم بدلها الميه، وساعتها هنحتاج فص مستكه حبهان ورق لورا نحطهم مع الميه اللي احنا هنسقي بيها الرز تمام. هنحتاج معلقتين من السكر او معلقه كبيره حلوه مليانه كده من السكر عشان نكرمله ونبتدي بقى ايه نظبط الرز، وملح وفلفل، وده كده هنبقى خلصنا الرز وبعدين نخش على الكبده. تعالوا نعمل الرز الاول وبعدين نخش على الكبده. في الحلة الظريفة دي هنحط كده ايه معلقتين من السكر اهو، عايزاهم بقى ايه يتكرملوا وياخدوا كده لون بني يسيحوا اهو، عشان الحلة سخنة هتلاقيهم يسيحوا على طول. عايزاهم يتكرملوا يا جماعة ياخدوا لون بني غامق مش فاتح، هوريهولكوا دلوقتي اهو كده، عايزاه يغمق اكتر من كده كمان. بصوا اهو، ومعاكي ميه سخنه زي ما اتفقنا او شوربه، بما ان انا عندي شوربه فانا هستخدم الشوربه. بصوا اول ما يتكرمل قوي كده ويغمق، هو ده اللون الغامق ده، هستنى كمان لسه عليه شويه عشان هو ده اللي هيعمل لي الرز يبقى لونه بني وحلو كده. معانا الشوربه بقى بسم الله، وننزل بالراحه. بس كده اهو، بما اني مستخدمه كوبايتين من الرز فانا حاطه برضو تقريبا كوبايتين من الشوربه، وهشوف لو هحتاج اكتر. بصوا الميه غمقت ازاي، تحسوا انها عامله زي الشاي، خدتوا بالكم؟ هو ده اللون اللي انا عايزاه علشان الميه تاثر على الرز ويبقى خطير. هنعمل ايه بقى في الميه الحلوه دي؟ هنحط ملح وفلفل، ملح وفلفل وسنه كده من القرفه ده ضروري طبعا، والشوربه زي ما اتفقنا هي متنكهه فيها حبهان ورق لورا مستكه فيها كل الكلام الظريف ده. وهنزل بالرز اهو، المفروض ان الميه او الشوربه تغطي الرز بعقلتين صباع زي ما انتوا شايفين كده اهو، وهنسيب بقى ايه الرز يتشرب تماما. وبعد ما يتشرب هنغطي الحله ونهدي النار خالص لمده ربع ساعه لغايه ما الرز يستوي ويبقى رز بني بتاع الخلطه خطير، مفيش احلى من كده، هتنبسطوا منه قوي. نحطه هنا اهو، استاذ احمد جابه لكم على طول، خطير يا استاذ احمد. تعالوا بقى نعمل الكبده عقبال ما الرز بقى كده ايه يتشرب وياخد ويدي مع نفسه ونغطيه. الكبده بقى عباره عن ايه؟ بصوا انا معايا كبده كندوز متقطعه حتت صغيره، بصلايه مبشوره او متقطعه حتت صغيره، فصين من الثوم، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الكزبره، ملح وفلفل، وطبعا هنحط معلقتين ثلاثه من الزيت علشان الكبده كده ايه تتشوح كده وتاخد لون ظريف وتستوي. ومعانا شويه لوز يا جماعه، حاجه بسيطه كده من اللوز اهو، ممكن لوز مقشر او اللوز الصحيح ده براحتكم خالص. هنديله كده برده ايه تقليبه كده على النار مع معلقتين زيت وبس خلاص. انا هاخد الزيت اللي جنبي ده وانزل في الطاسه هنا، ثلاث معالق كبار من الزيت، ومعايا الكبده هنزل بالكبده على طول بسم الله. عايزه الكبده كده ايه يعني تدلع كده في الزيت خطيره. بص انا مستخدمه لها المعلقه المفتحه دي عشان بعد كده لما احب اشيل الكبده ما اشيلهاش بالزيت، واخدين بالكم كده؟ نحط لها بقى حته بصلايه، حاجه صغيره كده، وثوم، ورشه كمون، ورشه كزبره على الريحه، وملح وفلفل.
ملح وفلفل، ممكن كمان تحطي رشة شطة لو عايزة، يا سلام تبقى حاجة ملهاش حل. كده سيبها تدخل كده في التسوية. وفي الطاسة التانية الصغيرة دي معلقتين كده ايه من الزيت حاجة خفيفة، وننزل بشوية ايه اللوز، حبة لوز كده حلوين برضو، يتقلبوا كده في الزيت وياخدوا لون بيلمع كده جميل، ويتحمصوا تحميصة حلو. بس كده شايفين اللي على النار ده، هاتوا يا استاذ احمد، الرز هيستوي هيتقدم في طبق غويط كده وظريف، نقوم حاطين عليه على طول الكبدة اللذيذة الحلوة دي. خلي الكبدة اخر حاجة قبل التقديم عشان تبقى لسه سخنة كده وخطيرة، واخر حاجة شوية اللوز الحلوين اللي هنا دول، اهو اهو جايباهم الكاميرا هنا اهو، هاتوا ايوه شويه لوز كده في معلقتين زيت او حته سمنه وبس، زي الفل. بما ان الرز لسه هياخد له شويه وقت عقبال ما يستوي، اهو بصوا لونه، بصوا هيبتدي لونه اهو، لان هو لسه هنسيبه يتشرب. بصوا يا جماعه اللون البني اهو، هنسيبه يتشرب وزي ما اتفقنا هنوطي عليه ونغطيه. لكن انا ممكن مثلا ايه، الكبده دي خلاص كده استوت واللوز كمان اتحمر، فاحنا ممكن نروح ايه للطبق الحلو ده، نعمل اكسترا كبده على وش كده ايه اهو، علشان برضو كبده خطيره. يا اللهم اني صايمه، انتوا عارفين يا جماعه ان انا بموت في الكبده، الكبده دي حبيبتي حبيبتي حبيبتي. ناخد شويه اللوز برضو اللي معانا دول، وايه برضو كده نرميهم على الكبده كده من فوق، بس خطير. رشه بقدونس صغيره قوي 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 بس كده، طبق رز بالخلطه فظيع. عايزين تحطوا له زبيب بقى كمان، بيبقى يجنن. امتى تحطوا له الزبيب؟ واحنا بنحط اللوز كده، يعني برضو الزبيب كده تحميشه كده خفيفه، وحطيه عشان برضو تحسي بطعمه. احلى طبق رز بالخلطه، جربوه وادعوا لي. وبالهنا والشفا، فاصل بسرعه وبنرجع على طول بعد الفاصل نعمل بلح الشام بمنتجات كوكس المصريه الخطيره. خليكم معانا بعد الفاصل.